السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح كونكت بلس برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي الترم الثاني، وكنا بنشرح يونت 9 الوحدة التاسعة at the market في السوق، وهنكمل مع بعض شرح يونت 9 وهنحل جزء من كتاب الاكتيفيتي بوك. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح مع بعض كتاب الاكتيفيتي بوك. طبعا يونت 9 او صفحة 9 موجود بدايتها في بيج 32. احنا كنا حلينا بعض الصفحات، تعالوا نتنقل للجزء اللي احنا هنحله ونوصل لبيج 37 او صفحة 37 وعنوانها learn words. learn words يعني تعلم الكلمات. هنحل عليها بعض التدريبات دلوقتي. بيزي بي بتقول لنا هنا look and write. look يعني انظر and write واكتب، ومدينا مجموعة كلمات. اول حاجة buy. buy يعني يشتري. need. need يعني يحتاج. pay. pay يعني يدفع. وهو حلل لنا اول مثال هنا وجاب لنا صورة السيلر ده، السيلر ده او البياع ده، ومكتوب I sell oranges. I sell oranges انا ابيع البرتقال. وعامل هنا علامة على كلمة sell لان هو استخدمها خلاص في اول جملة، فهو هنا مكمل الجملة دي وكاتب sell. I sell oranges انا ابيع البرتقال. طب في الصورة التانية يا اصحابي في I dots for oranges. المفروض انا لما باجي بدفع الفلوس علشان اشتري البرتقال بقول ايه؟ I شاطرين. I pay. I pay for oranges انا ادفع علشان عشان اشتري برتقال، انا ادفع ثمن البرتقال. يبقى I pay for oranges. I pay for oranges. وهنكتب هنا كلمة pay زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في الصورة رقم 3 او في picture number 3 موجود هنا الولد ده وهو بيقول we don't have dates. we don't have dates يعني احنا ليس لدينا بلح. we don't dates احنا عايزين بلح، احنا نحتاج بلح. اسمها ايه in English يا اصحابي؟ we a شاطرين. we need dates. we need dates نحن نحتاج بلح. we need dates نحن نحتاج بلح. وهنعمل علامة على كلمة need وهنكتب هنا need زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في الصورة number 4 موجود فيها السيلر ده والولد الصغير ده ومكتوب can I dots three watermelons. can I ايه يا اصحابي؟ انا لو عايز اقول كان، لو انا هل يمكنني ان اشتري؟ can I ايه؟ شاطرين. can I buy. can I buy three watermelons هل يمكنني شراء three watermelons ثلاثة من البطيخ. can I buy three watermelons شاطرين. وبكده نكون حلينا السؤال الأولاني. وفي السؤال الثاني بيزي بي بتقول لنا read اقرأ and circle the picture يعني اقرأ وبعد كده بعد ما تقرأ اعمل دائرة حوالين الصورة الصحيحة. وزي ما احنا شايفين يا اصحابي مدينا هنا مجموعة صور وكل صورتين تحت منهم جملة بتعبر عن صورة واحدة فيهم، وهو حللنا اول صورة موجود this is a reset. this is a reset هذا ايصال، وهو حاطط هنا سيركل حوالين الريسات او الايصال علشان يورينا احنا ازاي بنحل الجملة دي. طب تاني جملة مكتوب فيها this is a coin. this is a coin يعني هذا عملة معدنية، ده coin.
فهل يا ترى هو ده الكوين ولا دي الكوين؟ شاطرين طبعا، دي صورة الكوين، فهنعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في تالت صورة مكتوب These are 5 pounds. These are 5 pounds. هذه 5 جنيهات، أو هؤلاء 5 جنيهات. فهل يا ترى هي دي الفايف باوندز ولا هي دي الفايف باوندز؟ شاطرين، دول 2 pounds بس، لكن دي فعلا ورقة أو بنك نوت بفايف باوندز، فهنعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في الجملة نمبر 4 مكتوب This is my shopping list. This is my shopping list. هذه قائمة التسوق بتاعتي. فهل يا ترى دي الشوبينج ليست ولا دي الشوبينج ليست؟ شاطرين، دي الليست، واحنا قلنا الليست يعني اي قائمة ممكن نكون بنكتبها، فهي دي الشوبينج ليست، فهنعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون حلينا السؤال ده، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 38 او صفحة 38، وعنوانها Reading and Writing. Reading and Writing يعني القراءة والكتابة. وبيزيبي بتقول لنا هنا Look and Write. Look and Write يعني انظر واكتب. ومدينا هنا مجموعة كلمات المفروض هنكمل بيها الفراغات في الستيتمنتس او في الجمل اللي موجودة تحت الصورة. أول كلمة هنا coins. coins يعني عملات معدنية. cucumber. cucumber يعني خيار. figs. figs يعني تين. pounds. pounds يعني جنيهات. و potatoes. potatoes يعني بطاطس. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي، مدينا مجموعة statements أو جمل under this pictures أو تحت الصورة دي، والمفروض هنا هنكمل ال statements دي بالكلمات اللي هو مديها لنا فوق. فنقرأ مع بعض علشان نشوف الكلمات اللي محتاجين نكمل بيها ايه هي. مكتوب هنا my name. my name اسمي is هدى. my name is هدى. اسمي هدى. I am at the market. أنا موجودة في السوق. at the market. with my mom. with my mom مع أمي. we need. we need a. وحطت لنا هنا صورة الخيار. we need a. المفروض خيار يعني إيه يا أصحابي؟ شاطرين، خيار يعني cucumber. فنكتب هنا cucumber زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى we need a cucumber. and 6 ايه بقى؟ وموجود هنا صورة البطاطس، ادي بطاطس، فهنكتب هنا and 6 ونكتب هنا ايه potatoes. potatoes يعني بطاطس. my mom والدتي has 10 ايه، وحطت لنا هنا صورة فيها 10 جنيهات. يبقى my mom has 10 ايه 10 pounds. شاطرين، هنكتب هنا pounds 10 جنيهات. and 4 و 4 ايه بقى يا اصحابي؟ العملات المعدنية اسمها ايه؟ شاطرين، 4 coins. يبقى and 4 coins. واخر حاجة we buy. we buy نحن نشتري، وهنا صورة تين، يبقى we buy figs، واحنا بنشتري figs. figs يعني تين. I like fruits. أنا أحب الفواكه. and vegetables. vegetables يعني الخضروات. يبقى نقولها مع بعض مرة تانية من غير ما نتوقف بقى علشان نكمل الجمل. عايزكوا تقولوا معايا My name is Hoda. My name is Hoda. I am at the market. I am at the market. With my mom. With my mom. We need a cucumber. We need a cucumber. And 6 potatoes. And 6 potatoes.
My mom has 10 pounds. My mom has 10 pounds. And 4 coins. And 4 coins. We buy figs. We buy figs. I like fruits and vegetables. I like fruits and vegetables. ونتنقل السؤال التاني في البيج دي يا أصحابي، موجود فيه وبيزي بي. هنا بتقول لنا check يعني أعمل علامة true صح. The food you like الطعام اللي انت بتحبه. Then write ثم بعد ذلك اكتب. فإحنا هنا مدينا مجموعة صور، صورة فيها الووتر ميلون الووتر ميلون أو البطيخ، وصورة فيها الفيجز الفيجز أو التين الجميل، وصورة فيها المانجو المانجو طبعا المانجا اللي احنا عارفينها كلنا، وصورة فيها البنانز البنانز أو الموز، وصورة فيها الكيوكمبر الكيوكمبر أو الخيار، وصورة فيها الابلز الابلز أو التفاح. وهنا كاتب تحت I like أنا أحب، والمفروض انت هنا هتكتب اسم الحاجات اللي انت بتحبها. يعني لو انت بتحب الووتر ميلونز والمانجو مثلا هتعمل علامة true على الووتر ميلون، وهتعمل علامة true كمان على المانجو، فهتكتب هنا I like water melon and mango انا بحب البطيخ والمانجا. واحد تاني بيحب البنانز والكيوكمبر هيكتب هنا bananas and cucumber. واحد تالت بيحب الابلز والووتر ميلون هيكتب هنا apples and watermelon. فالإجابة هنا بتختلف من حد للتاني، فهنا أنا سايب لكم السؤال ده تحلوه لوحديكو. انتوا طبعا حافظين أسماء الفروتس والفيجيتابلز وعارفين إزاي تحلوا السؤال ده. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.